شاء الله بعده فايق، قلبه كبير وشكله لايق، بعده فايق مش ناسينا من ساعة ما تلاقى فينا. يا ما شاء الله بعده فايق، قلبه كبير وشكله لايق، بعده فايق مش ناسينا من ساعة ما تلاقى فينا. وتعرفنا وتشرفنا أنجأ يعني قعدنا حكينا مش أكتر من خمس دقايق. يا ما شاء الله بعده فايق، يا ما شاء الله بعده فايق، قلبه كبير وشكله لايق، بعده فايق مش ناسينا. وتعرفنا وتشرفنا أنجأ يعني قعدنا حكينا مش أكتر من خمس دقايق. يا ما شاء الله بعده فايق. مش بس جبت الموسيقية من براغ، في موسيقيين جايين من أرمينيا، في موسيقيين جايين من سوريا، في موسيقيين جايين من لندن من إنجلترا، وبالإضافة للموسيقيين اللبنانية. ففي خلطة من الأشخاص الموسيقيين المحترفين عاليين جدا جامعينهم من كل العالم لحتى نطلع هذا الشغل. الحظ كون موجود بالفرقة مع جوليا، وما بتصور دايما بيصير إيفنت بهالكبر، 90 عازف على المسرح وألحان حلوة كتير وصولويات حلوة، وعم ننبسط، عم ندق موسيقى حلوة. يعني we are so lucky. The biggest group I've ever played with, and there's I think it's sounding really good. Very interesting to hear all the Arabic instruments. It's amazing that we have so many different cultures coming together making music. I think that the language of music is universal. Even if we can't communicate with the language of our voices, we can communicate always and be understood through music. And it's a fantastic international tool to bring communities together. أطلقني راح. هاي الحفلة رح تكون أحلى حفلة عملتها جوليا لهلا. أنا مثل ما عملنا امبارح أحلى شيء باللقطة تبعولك هي الجروبات اللي بتعمل عليهم البنات، هاي ببين ضخامة الفرقة. كلهم بروفيشنال و everything's fine، مبسوطين. بعد في كتير. الجهد اللي بده ينحط جهد استثنائي لأنه نكون على قد وعلى مستوى هالحدث اللي عم بيصير.
نحن عم نصور اليوم بحوالي 18 كاميرا كمان هيدي سابقة لحتى نقدر انه ما نفوت شيء علينا باللي عم بيصير على المسرح واللي عم بيصير كتير صراحة. نحن رحنا اوسعنا الالبوم سجلناه ببراغ وجوليا تاني نهار لحقتنا اول ما سمعت بالستوديو قالت انا بدي هالاوركسترا يلعبوا معي بلبنان وانا بالنسبه لي هذا حلم عم يتحقق لانه مش معنا هالشانس على طول انه ندق مع هيك اوركسترا وخصوصا بلبنان برا فيك تطلع وين ما بدك تلعب بس يجوا هن على لبنان وهيك انا بالنسبه لي شغله كتير 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 كبيره ما في حدود يعني انا وقت يقول لي ميشيل كيف بدي وزع الاغنيه ما بحدد له تفكيره انه لوين بيقدر يروح او احساسه او حلمه لوين بيقدر يروح بالتوزيع الموسيقي بتركه على راحته بقول له اعمل بدك اياه وانا بقدر انفذ هذا العمل. She always likes to push the limit of what we can do and where what we can achieve and of course I've been working with her for 11 years. I am let's say a part of the musical family and we are expecting to do a wonderful incredible a unique show tomorrow night. Джули Бутрос это прекрасная певица, очень музыкальная, очень красивая. Мы все любим. بالنسبة لآلة الأكورديون اللي صارت يعني مفتقدة بالموسيقى العربية. يعني أستاذ زياد عم حافظ عليها على وجودها. وعم يكتب لها بطريقة كتير صحيحة وحقيقية للآلة. بتمنى لها لأختي ضلها ملكة مثل ما هي كل عمرها، أنا هيك بشوفها وهيك بنظر لها وأنا دائما بقول لها إنه أنا جندي بالعسكر عندها. بحبها كثير من قلبي ويمكن ما لازم أحكيهم هدول على الهواء بس أنت جبرتني. أطلقني رايك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم. أطلقني رايك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جارك يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم. أطلقني رايك لا ترحم أطلقني رايك لا لا سكر كيبه صراحة معنا أنا عارفة فيها great effect والله راض على العالم. جوليا بالتحديد مع الأغاني اللي هي بتغنيها على المسرح عندها طابع كتير خاص. يعني أنا كتير منبسط بس فوت بهيدا المود ونشتغل بهيدا إذا بدك بهي النفسية كلنا على المسرح مع الإضاءة عم نشتغل من قلبنا لأنه نحنا منحب موسيقتها ومنحب زياد كتير ومنعيش مع هالإحساس اللي بتعطينا إياه. Oh, 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 oh
الطرف المرهون مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بالرب يخلص هالكابوس وبدل الشمس تضوي الشموس وعلى أرض الوطن المحروس نحن كنا حاضرين قلوا لزيادة أنه نحن تكون مدوزنين وكل شيء حاضرين رح تتلاقى يوما ما عشت بغربي ما عدت اعرف حدا حدا ريدا هرا بان لف ريد بان لف بان لف بفور ستان باي للسيلانس اربع ثواني سيلانس بتكمل حبيبي يا مع بيانو خليك تكمل السيلانس طوز ومين بطيع على وجهه حذر على الولاد بفور